أقول حق نفسي إني قدرت أفهم مريم، أكتشف إني جاهلة وما عرفت لها. ساعات لما يجيب لها طار عيالها تبكي وحالتها حالة ودموعها أربع أربع، وساعات تضحك ولا كنا همها شيء وتقول قلعتهم أهما وأبوهم. صدقيني حصة، أنا حاسة إنهم مو عيالها، ليكون بدلوهم في المستشفى. الله يقطع سوالفك يا منى، يبدلونهم كلهم؟ اي طول عمرها كذي، انت ما تشوفينها شلون تعامل سعد؟ اي والله انت الصاج، لو ما انتي كان هالصبيتي بهدل. بس سكتي سكتي، غير الموضوع. هذا الكلام اكيد؟ يعني اقصد في دليل؟ خلاص زين زين، اوكي. انزين مع السلامة. مريوم، منو كنت تحاكين؟ قصدك من اللي كنت حاكيها؟ إيه؟ هذه سماح، سماح صديقتي. سماح؟ اي بس انتي زعلانه منها وما تحاكينها من يوم ما صارت رئيسة قسم، وانتي تميتي مثل ما انتي. وانا تميت مثل ما انا عليه بكيفي، مو من زود المشاكل والاجازات اللي بعذر ومن غير عذر. الصبح موظفة وبعد الظهر طول اليوم خادمة حق عصام وعياله. أنا مليت، طقت كبدي وزهقت حياتي. متى هالحال هذا تب علي أنا؟ ليه متى؟ متى أضحك؟ متى أفرح؟ متى أستانس حالي حال غيري؟ عصام وعياله كبروني 50 سنة لقدام. يلا سعد حبيبي، ايش ناطر؟ وصلنا المدرسة. ما ابي ماي، بطني يعورني. بطنك يعورك؟ انا العيارة عاد، الحين بطنك ما يعورك الا اذا وصلنا المدرسة. يلا يا بعد عمري حذر الحين بدك الجرس. سعد حبيبي، دير بالك على نفسك، زين يا يما عن الشطانة، وانتبه حق شرح المدرس. هاي يما. السلامة. السلامة يما. اليوم اخذت اجازه علشان اجاب لهم، ما يخالف عذريهم ياها ما يلامون. الحين انا بعدلك كل شيء. طيعيني يا مريم وردي حق ريلك احسن لك، ريلك يحبك وبك تردين له. خير خير ان شاء الله، وخر شوي خلاص انا اسوي لك الحين كل شيء واعدلك الدار. موصيتك انت العود، قايلت لك لا تسوي هالسوالف هذه عشان لا يطردوننا مره ثانيه من البيت. ما تسمعي الكلام، ما تسمعي الكلام، شو اسوي فيكم؟ وانتي بعد لا تطالعيني، قومي قومي خلصيني فكيني. بس الدنيا عفاس حبيبي والله. الو، وعليكم السلام. اي نعم انا حضرة الناظر. يا هلا، خير ان شاء الله، في شيء؟ سعد ايش فيه؟ دائماً لساني يسبق تفكيري وما أقصد اللي أقوله. قصدتي ولا ما قصدتي كله واحد، أنا عذرتك وما ألومك.
كفايه ان ريل الجمال ما يحبني ولا حتى يحب يشوف رقعه وجهي، شلون بتحملوني بعد انا وعيالي شلون؟ هذا طبعا ما يقصد، وانا حاولت معاه على امل اني تغير، تغيرت انا، وبعدين مو بس مع عيالك، حتى عياله ساعات وده هيك من البيت بسبتهم. مفهوم مفهوم. انا ما رحت حق حصيتك انتي لما طلقني عصام وطردني، ما اقدر اروح حق حصه واخذ عيالي هناك، وانتي تدرين ان بيتك هني اقرب من بيت حصه، ما اقدر اتم قاعده عندك هني ولا اقدر اروح حق حصه بنفس الوقت. زين، يعني الله هداك وبتردين حق ريلك. صدق هو ما ينحب وفي عيوب الدنيا كلها، بس شو تسوين؟ تصبري، اذا مو علشانك علشان عيالك. ما ارد حق عصام لو شي يصير، لو يتشردون عيالي كلهم بالشارع، هذا ابو الخدامات. انت رايحه بيتك ولا انت رايحه عند حصه ولا قاعده عندي؟ عين وين بتروحين؟ باخذ شقه انا وعيالي وقعد فيها علشان كلكم تفتكون مني ومن عيالي ومن بلاوينا وترتاحون. صراحة خوش صعبة، ما تفوز من سوالفك. خلونا الحين من سوالف، قوموا خلينا نتغدى، قوموا. لا لا يبا انا قاعد قاعد، روح امشي. يعني بتروح وياله؟ لا قاعد شوي. خلوا براحته، خلوا براحته، يلا سلام عليكم. سلام، هلا والله. حياكم الله. ها راشد تعال هني يبا. هلا عصام. هلا راشد، وينك في يبا؟ تأخرت، موعدنا طاف صار له ساعة. ظروف يا عصام، ظروف. هي ظروف الله يهداك. بعدين ايش فيك كذي حالتك حالة كأنه ميت لك أحد؟ عصام، أنا طلقت مرتي من نص ساعة. طلقت مرتك؟ أنا قال لك نكتة؟ أقول لك طلقت مرتي تضحك؟ ما أدري عنك، شنو أنت أول واحد ولا آخر واحد طلق زوجته؟ حبيبي، الحين عاد أقدر أقول حق نفسه بالمبارك، مبروك علينا إحنا الاثنين، بترد أيامنا الأولية تذكر؟ أيام الطقطقة الوناسة واللعب على كيفك. فكنا زين؟ صدق فاضي؟ فاضي ولا مليان؟ يا ثقل دمك. عندك من السوالف، تعال. وين الفلوس؟ هذه كل الفلوس اللي معاي. اسمعني. ايش فيك؟ انت متاكد ان مكسب البضاعه الجديده اكثر؟ عفا عليك. متاكد مليون بالميه. البضاعه الجديده مطلوبه بالسوق هالايام. اسمعني يا عصام. أنا مالي شغل لا بالبضاعة ولا بتوزيعها، أنا اللي بالمكسب وبس. مفهوم يبا مفهوم، أعرفك طول عمرك خواف ردي، لكن هذه صفقة العمر يا راشد وأنا لها. معك طارق. شنو؟ معقولة؟ أي مستشفى؟ أنا جاي الحين. سعيد، سعيد وينه؟
شلون يمك؟ سهل سهل لا تبكي يا بعد امك لا تبكي. طارق. نعم حصة امري. طارق سعد. سعد انا وين وقفتك؟ يبارك عليه سعد. يبارك عليه. حط بعيونك سعد. وين وقفتك؟ شو هالحكي هذا؟ حصة الله يهديك. انتي ما فيك الا العافيه وان شاء الله كلها يومين وتقومين بالسلامه. مريم 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 شاي وكيك الاحسن زوج بالدنيا. تفضل. تسلمين تسلمين. صدقين عاد انا احلى شاي اشربه بحياتي من الصبح من ايدك الحلوه هذه. بس قاعد شاف عاد. تعرفيني زين انا ما احب اشوف ولا احب الف وادور. انا سيده طول عمري سيده وان شاء الله دوم كذي يا رب. عسى الله يخليك لي ولا يحرمني منك. ويخليك لي يا طارق ولا يحرمني منك. صراحه أنا كان ودي أحقق لك أمنيتك في إنه يكون عندك ياهل يحمل اسمك. سلام عزاك. سلام جزاك الله خير. سلام عزاك. سلام جزاك الله خير. سلام عزاك. جزاك الله خير. بسك من الحب خليه الثلج اول بعدين يصير خير. اكاك اصلا حبك محزر. عاد زين محزر خلصت تقول محزر. ماري يا ماري وين الثلج؟ اي اي هذا الشغل حطه. روحي 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 روحي. ايابا ايابا اصب لك. انا ما ابي اشرب. ها كان زين سمعت كلامي يا عصام ورحت عزيت الناس احسن من الشرب. راشد راشد انا ما احب المجاملات. بعدين تعال انت انا من متى حبيت طارق ولا طارق حبني علشان اروح اعزي وجامله؟ يا اخي انت ايش عليك بطارق؟ انت بتروح تعزي مريم علشان وفاه اختها حصه؟ قصدك زوجتي مو مريم. اي بس انت طلقتها. اي بس انا طلقتها طلقه ثانيه مو ثالثه. وما دام هي للحين بالعده يعني انا اقدر اردها باي وقت. انا صاحي يا راشد ماني سكران. خلاص عيل ما دام كذي السالفه روح عزها وبالمرة ردها ويبها. صراحة ضحكت. أنا أروح حق مريم وردها؟ لا يبا حبيبي. مريم هي اللي بتجيني ذليلة وبتبوسيني علشان أردها بعد. عقب وفاة أختها حصة ما بقالها أحد في هالدنيا غير أختها منى وريل أختها ما يواطنها بعيشة الله. يعني مريم بترد غصب عليها. اخاف اقول لك شيء تزعل. عفا لا يبا يا راشد اللي مثلك وشرواك ما ينزعل منهم. عفا عليك قول قول. طارق يحب سعد وهو اللي معلمه ومربيه وسعد ولد مريم اقصد ولد طريقتك لي بالعده. ما طر على بالك ان طارق ممكن يتزوج مريم؟ شو الحكي؟ لا طبعاً
طارق مو خبل ولا مسبه بعد علشان يتزوج مريم مع كوكا شليها. إيه بس طليقتك مريم ما قام يهمها شيء، يعني ممكن بأي وقت تجيب لك اليهال وتقول لك هاك أنا بتزوج. راشد ظاهر كذي ها إنك سكرت. أشوف أكو مرة عاجل تقطع عيالها علشان تتزوج. الظاهر أنت متعايش بالديرة يا عصام، أصلاً في وايد حريم كذي تركوا عيالهم وراحوا تزوجوا وطالع حواليك. أنت قصدك أمي؟ يا عصام أنا أصلاً ناسي سالفة أمك ومو قصدي شيء. كذاب يا راشد، أنت قصدك أمي. صدقني يا عصام مو قصدي. هدي كافي يا عصام كافي، عن إذنك أنا ماشي. راشد راشد تعال، أنا غلطان يا راشد تعال. نصحني أرد زوجتي وهو تو مطلق زوجته. والله ما تقول لي إحنا شخذينا من الزواج غير الكدر وضيقة الخلق. وبعدين يا طارق، وبعدين وين اخوك؟ صلى على النبي قول الحمد لله. يلا قوم 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 روح دارك هناك وارتاح، ابرك بالقعده هي بالديوانيه. شلون تبيني اروح داري واحس اني موجوده فيها؟ شلون؟ كل زاويه بالبيت تذكرني فيها يا جمال. بس مو زين تبكي كذي كذي، انت تأذيها والموت علينا حق. اطلب لها الرحمة ان شاء الله، قول عسى الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ان شاء الله. يلا قوم 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 ارتاح، ابرك لك بالقعدة هي في الديوانية. قوم ما عليه ما عليه ما عليه يا طارق. ما تتحصل انت حالي يا جمال. الله يصبرك إن شاء
بس يا سعد يا حبيبي لا تبكي قطعت قلبي بس حبيبي انت. ابي امي هالصيبه ابي امي هالصيبه حتى انا بيها احس اني محتاج لها احس ان حياتي صار فيها فراغ كبير الله يرحمك يا عصر ويغمرك الجنه الله يرحمها صدق انا نسيت لا اسالك ايدك ايش فيها حبيبي وانا بالمدرسه طاحت الجام وانكسرت وشقت ايدي والجرح كبير لا صغير بس انا بجيت ورحت حق الناظر قلت له يدق على امي حصه يقول لها ان انا تعبان وغتي تاخذني مك حصه ما تعبت سوق ساعات تقرير الشرطه يقول ان سرعتها كانت 120 وقت الحادث أكيد لما الناظر دق عليها وقال لها إنك تعبان لا مستحيل لا صار في هالبيت ما يصير في اي بيت ثاني عيالي مع عيال اختك ما صار بيت صار روضه الواحد مو قادر يتحمل عياله عشان يتحمل عيال اختك لا وبعد عيال هذا الردي اللي اسمه عصام والمشكله كلهم شابهونه زين قول لي ايش اسوي ايش بدي اسوي اطرد اختي يعني لا حبيبتي لا تطردي اختك اطرديني انا وعيالي الواحد يتحمل اخوه اخته اسبوع اسبوعين ثلاثه مو اختش وعيالها اشهرين قاعدة على قلبي بهالبيت جه واحد طقة شبته الى متى عاد وانا شو اسوي نغست لها لمحت لها ان قعدتها عندنا طولت ماكو فايدة شوفي اختك هذه مهما تنغزين لها مهما تلمحين لها ماكو فايدة ما تحس ويه بن فهرة هيا القهر انا كل ما اشوف عيال اختك قدامي يلعبون اتذكر ابوهم واكرههم زود كله من ورا التعبان ابوهم هذا وكل ما اشوف اختي قدامي اتذكر شريط حياتها تذكر مشاكلها تذكر بلاويها اتذكر اخبارها اف كرهت كل شيء ما علي شنو هذا موبايلك لا الو ايه قلت لك ما يهمني احد انا لاني واثقه من نفسي ولاني واثقه من نفسي ما يهمني كلام الناس لا تحاتي اي حط غدانا يلا جبيه حطيه اي الشيء هذا مو وقته لاحق على هالموضوع هذا لا قلت لك خلاص انا اتصرف المهم اني انا ما بي اي احد يلاحظ اي شيء الحين خير ان شاء الله مع السلامه يلا بسرعة وراك مريم شنو بتردين حق رايلك المفروض هو ياخذك مو تروحين له كذي مو شغلك ووخري عني انت اخر وحده تتكلمين انت من صدقك انت باش تديني فوضى شايله شرايك انت وعيالك شقشت تطلعين وانت بعد يا ريل اختي مو انت اللي ما تحبني ولا تشتهيني ولا تدانيني ولا حتى تحب تشوف رقعة وجهي مو انت اللي دايما تطردني من بيتك الحين يا تقول لي وين تروحين انا اصلا ما لي احد عقب وفاه حصه ما عندي اخوات ولا عندي اهل صرت يتيمه ما عندي احد يلا يما يلا تعال فتش الباب انت بعد فتش الباب يلا
يلا تاخرنا خلنا نمشي يلا يلا يا سعد خلنا نمشي بيتنا بعيد وبنطر عمي طارق علي يلا علي خلنا نمشي تفضل سلك من القعدة أنا هالأيام مشغول بالمكتبة عندنا جرد يلا تعال اكتبك فيني شي شو ما في شي وانت قاعد تبكي ابكي على خواتي ممنوع يعني منى اهدي هسه ماتت وارتاحت وانا بموتها خسرت اختي وامي وصديقتي مريم بنطلعت من بيتنا مع عيالها ما عارف عنها شيء وما ادري مكانها منى صلي على النبي واختك ان شاء الله بنعرف مكانها نفسك اشوف يعني بالطنازه يعني ظني ما اخاف فيك هذا انت جيت صدق انك تاخرت شوي بس ما يخالف جيت وما دام جيت لك مني ماني رادك يبا مبروك عليكم انا وافقت ان مريم ترجع خلي تروح تجيب الاهال وتجي البيت ها بس بشرط عاد الذهب يدش قبل هالبيت يكون في علمك يا عصام مريم صار لها 3 ايام من طلعت من البيت راحت ما ندري عنها وين مكانها ما علمتني وش تبيني اسوي لها بالله؟ تبيني افتر بالشوارع والسكيك وانادي يا من عين الضاله؟ يا اخي انت ما عندك احساس ما عندك غاريه اذا كانت مريم بالنسبه لك مو مهمه عيالك حس فيهم هذي اللي ظناك وسالفه الذهب ترى هذه بطيت شبنا فيها كلنا ندري امين جايب الذهب وشلون وصل عندك يا اخي اعتبرها شريكتك نصيبها هذا خلص خلص لا تقعد تقرق على راسي انت ايش تبي بالضبط ابيك تصير ريال مره في حياتك وتصير قد المسؤوليه وروح اسال عن مرتك دور عليها عن صديقاتها هالصوب هالصوب كلمها وراضها وهاتها هي وعيالها ردها يا اخي وانت منو قال لك ان انا ما حاولت لا مره ولا اثنين ولا ثلاث اني اردها هي اللي ما رضتش تبيني اسوي لها يعني وبعدين يعني مثلك عارف يبا مده العده خلصت يعني اذا بردها يبي لي عقد جديد لا ومهر جديد بعد مو مشكلة بس انت روح لها الحين وراضها وكلمها هي وعيالها واللي تطلبه مريم من مهر انا حاضر لا تحاجي انا مستعد اعطيك اياها مريم انتي وينك في يا مريم مو معقوله كذي خلصتي كل اجازاتك عرضي على مرضي مو معقوله تين يوم وتغطين اسبوع حاوليني للتحقيق ولا اقول لك فنشيني مره واحده يا مريم انا ما قصرت اللي انتي فهمتيه انا احبك واخاف على مصلحتك
دعوة بتكونين أحسن من غيرك. الكل دار ظهره لي، الدنيا بكبرها دارت ظهرها لي. ما حد عطاك ظهره يا مريم، لا الدنيا ولا اللي حواليك. انت اللي عطيتي ظهرك حق الكل، وما كنتي تشوفين الا نفسك، ولا تسمعين الا صوتك، ولا تاخذين الا برايك. ولا اكو مره عاجل تعاند ولا ترضى ترد حق ريلها وتضحي علشان عيالها؟ ما اقدر ارد له. ليش؟ شنو السر اللي يمنعك تردين حق عصام؟ وما دام انه سر ليش تسالين؟ منى اللي هي اختي ما سالتني، انت شكو تسالين؟ انا اسفه يا مريم، هذه غلطتي انا. ظهر اني كل هالمده كنت عايشه بوهم ومفكره نفسي حسبه اختك، بس ظهر اني كنت غلطانه. انا اسفه مره ثانيه يا مريم، اسفه مره ثانيه. سمح حقك علي، انا اسفه، لا تزعلين مني. انا اللي ما ادري ايش فيني، صايره عصبيه ودايما متوتره، اتهاوش مع كل شيء، مع الناس، حتى مع امي. ما ادري ايش فيني هالايام، ما ادري، انا عارفه شنو اللي صاير فيني. تبكين على فراقي؟